مشاهدينا اهلا بحضراتكم، وكل يوم بيكون معانا لقاء على مدى ساعتين على شاشه النيل الاخبار في برنامج هذا الصباح، وموضوعات مختلفه ومتنوعه واكيد بتغطي مستجدات الاحداث. النهارده عندنا موضوع او الموضوعات اللي هنغطيها خلال الايام القادمه طبعا حصاد عام 2022، لانه يقارب على الانتهاء، ما فاضلش فيه غير أيام قليلة. والحقيقة في موضوعات كتير جدا أو مجالات كتير جدا حصل فيها إنجازات، من بينها مثلا السياحة المصرية اللي خطت خطوات واسعة جدا خلال هذا العام في أكتر من مكان في مصر، وفي خطة طموحة من وزارة السياحة بإقامة حملات ترويجية كبرى وضخمة لاستهداف 30 مليون سائح في العام الجديد. هنتكلم عن حصاد عام 2022 في مجال السياحة في مصر مع أحد المتخصصين، وأكيد هيكون معانا أيضا متابعة للمبادرات اللي كل يوم بتغطي جانب جديد من جوانب الحياة. النهاردة هنتكلم على مبادرة اسمها كل ثانية حياة، اللي بتطلق حملة إعلامية للتوعية والتعامل مع مرض جلطات القلب. دي طبعا ضمن منظومة صحية عامة بتحاول الدولة حاليا تطويرها لتغطية كل المواطنين بخدمات العلاج الشامل. أيضا عندنا متابعة لعدد من الملفات، من ضمنها أنه مصر الأولى إفريقيا في صادرات الخدمات والتانية في الخطوط الملاحية، وطبعا إطلالتنا الدائمة على مشروع حياة كريمة اللي بترسم البهجة في قرى ومحافظات مصر. دي موضوعاتنا الرئيسية النهاردة، وطبعا ده بالإضافة إلى تغطيتنا لآخر أخبار الاقتصاد والرياضة في نشراتنا ومتابعتنا. خليكم معانا، نروح لفقرة ايروبكس اللي بنبتدي بيها عادة يومنا، من بعدها هيكون لينا متابعة مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. صباح الفل، النهاردة محضرين مجموعة تمارين هنعملها مع بعض، هستناكم بعد الفاصل. رجعنا تاني وهنتكلم النهاردة عن حاجة بسيطة جدا، بس هنبتدي ان احنا نشوفها بعين مختلفة خالص، وهي الفرق ما بين انواع المقاومات. نخش الجيم او نبتدي نتمرن في اي مكان، فبنلاقي بعض المقاومات اللي هي عبارة عن اجهزة، بعض المقاومات اللي هي بتكون اوزان حرة زي الدمبل وزي البار، بعض المقاومات المطاطية زي الاستيك المطاطي. هل في فرق ما بين الحاجات دي؟ اه طبعا في فرق كبير جدا. الفرق الاولاني لو احنا بنتكلم على المقاومات المطاطية، وابتديت ان انا اثبت المقاومة بالشكل ده مثلا واشتغل تمرين واحد زي تمرين البايسبس، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هلاحظ ان انا وانا شغال وماسك المقاومه بالشكل ده وبطلع بايديا لفوق، الحركه من هنا لهنا اسهل ما يكون، سهله جدا. طيب لو ابتديت ان انا ازود المدى الحركي من هنا لهنا ابتديت تبقى اصعب. طيب لو ابتديت اطلع لفوق اكتر هتبتدي تبقى اصعب، اذا ده الصعوبه بتزيد، كل لما بزود في طول الحبل المطاطي كل لما الصعوبه بتاعته بتزيد. يبقى اذا الحبل المطاطي ده تاثير الوزن عليا مش ثابت، هنا بيبقى خفيف، هنا بيبقى اتقل، هنا بيبقى اقصى ثقل ممكن اكون بحاول اتغلب عليه. فاذا المقاومه دي بتحقق لي حاجه هي مش موجوده في بقيه الانواع بتاعه المقاومات، لان لو ابتديت ان انا اشتغل بالدمبل، الدمبل ده 2.5 كيلو، ال 2.5 كيلو مش هتتغير من اول الحركه لنهايتها، لكن المقاومه المطاطيه هتتغير من اول الحركه لنهايتها، فتاثيره على العضلات بتاعي مختلف. طيب الحاجه الثانيه، في متغير ميكانيكي مهم جدا لازم ان احنا نفهمه، ان اجسامنا بتشتغل بحيله ميكانيكيه اسمها الروافع. يعني لو تخيلنا ان العظمه دي عباره عن عصايه، العصايه دي ميكانيكيا كل ما النقطه دي بتبعد عن الكوع كل ما الوزن بيكون اصعب عليا. لذلك لما بنلاقي ناس بتشتغل بدمبلز
يبص يلاقي الجزء ده بيتحرك فيه بسهولة، الجزء ده بيطلع فيه بصعوبة، ويرجع الوزن يبقى سهل تاني. طب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان الزاويه دي بيبقى حاجه اسمها ذراع المقاومه، مش هنخش في تفاصيل علميه عميقه، بس ذراع المقاومه في المنطقه دي بيكون قصير، فالوزن بيبقى تاثيره عليا خفيف ميكانيكيا، الوزن بيبقى تاثيره عليا خفيف. لما اطلع من الزاويه دي لحد الزاويه 90، الزاويه 90 ميكانيكيا هي اصعب زاويه عليا، مع ان الوزن ما اتغيرش خالص، لكن ميكانيكيا تاثير الوزن هنا عليا بقى كبير جدا. يرجع بعد ما اقلل الزاويه تاني يبتدي الوزن يرجع يبقى سهل تاني. فبص الاقي نفسي لما باجي اعمل التمرين ده بوزن تقيل، تلاقي في بعض الناس تعمل كده اهو وتروح طالعه بالعافيه. ايه اللي بيحصل؟ ان الوزن بيبقى بالنسبه له سهل في الاول، صعب في النص، سهل في الاخر. دي من الحاجات برضو اللي هنبتدي ان احنا نراعيها في بعض التمرينات، اللي انا عندي مدى حركي او منطقه في المدى الحركي بيكون فيها صعوبه اكبر من منطقه تانيه، فبالتالي ببتدي سهل، ببقى صعب في النص، برجع ابقى سهل تاني. طيب هنا هيبقى نفس الشيء، بس هيبقى هيزيد عليا حاجه تانية. لو انا واقف كده بنفس الزاويه وابتديت ان انا اعمل تمرين البايسب بالشكل ده، هتطبق علينا نفس القواعد، برضه هيبقى سهل هنا، هيبقى فيه صعوبه كبيره هنا، هيرجع يبقى سهل هنا تاني. طيب لو حبيت ان انا اغير الزاويه بتاعتي، يعني لو ابتديت ان انا اشتغل من المكان ده واشتغل بالشكل ده، ده انا كده غيرت اتجاه المقاومه. كان اتجاه المقاومه في الفري ويت او في الاوزان الحره هو اتجاه الجاذبيه او الخط العمودي من الوزن للارض. يعني اي حاجه بشتغل فيها في مقاومه حره، المقاومه هتكون بخط عمودي من الوزن للارض. طيب لكن بالنسبه للمقاومات اللي هي الوايرات، هيبقى نفس خط الجهاز هو ده اتجاه المقاومه، فهنا اتجاه المقاومه اصبح مايل، ما اصبحش عمودي على الارض. ده فرق كبير بيبتدي ان هو كمان يغير على تاثير المقاومه على عضلات. يا رب نكون اتكلمنا النهارده في حاجه مفيده، ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله. أهلا بكم مرة تانية، ونبتدي بقيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة السيدة نوال حسن والمقيمة بمنطقة منشية ناصر، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والذي تصادف مرور موكبه أثناء جلوس السيدة نوال على الرصيف وفي منطقة أبو رواش. وبعد حديث معها وجه السيد الرئيس بتنفيذ كافة احتياجاتها. بناء على تكليف سيادته، قام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال، وتم إهدائها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي، بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع، وكذلك تحقيق حلمها لأداء عمرة، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة. عقد حزب مستقبل وطن النسخة الرابعة لصالونه السياسي، والتي عقدت تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. حضر الصالون عدد من النواب وأعضاء الحزب وممثلي الجهات والوزارات المعنية. في النسخة الرابعة من الصالون السياسي لحزب مستقبل وطن، يناقش أعضاء الصالون هذه المرة موضوعا هاما بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. خرجنا بتوصيات إن شاء الله تفيد، وهيبقى التوصيات بتاعة حزب مستقبل وطن هتبقى مميزة، وهتبقى خريطة طريق جيدة جدا لاستمرارنا في هذا الأمر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي خاطرة الاقتصاد، ولازم إن احنا نسعى في هذا الأمر بشدة شديدة جدا. الصالون السياسي أو الصالون اللي أنا هقول صالون صناعي في الحقيقة، النهارده كان بيتكلم على أمور تنفيذية، بيتكلم مع عدة هيئات مختلفة، في الآخر احنا أثرنا عديد من النقاط وأثرنا عديد من الآمال الموجودة، وكمان ناقشنا التحديات اللي موجودة، وفعلا كان الموضوع صريح جدا والمناقشة صريحة جدا على الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في كثير جدا من الأمال إن شاء الله تبنى على هذا الصالون. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع إن الأحزاب بتعمل النشاط ده، يعني ما
لما شفته في حزب مستقبل الوطن طبعا فرق كتير. يعني الحقيقه اللي انا شايفه النهارده ده تعاون مثمر. الجلوس والمستمعين تفهموا قالوا الشكاوي اللي عندهم، المشكله اللي طلعت النهارده سواء مشكله تمويل او مشكله 152 154 هتفيدنا عشان نرجع نعرضها. وبصراحه يعني الاجتماع كان مثمر جدا، واهم حاجه لمسناها كلنا طبعا هي التنسيق، يعني ان في جهات كتيره بتشتغل على موضوع المشروعات، انما لا يوجد، يعني مش عايز اقول لا يوجد تنسيق، في مساحه اكبر للتنسيق. الصالون النهارده اصدر اكتر من توصيات واصدر اكتر من افكار جديده، شايف انها هتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه، اهمها في ترتيب للتنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه بهدف دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه واهمها المشروعات التصديريه والمشروعات اللي بتركز على احلال الواردات. سعداء طبعا بوجودنا في الصالون المهم ده، قطاع المشروعات الصغيره من القطاعات الهامه في الدوله المصريه، وبالذات في الاونه الاخيره وفي الاونه الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. يعني الصالون النهارده غطى كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل هذا القطاع، ووضع حلول مبدئيه لهذه المشاكل. المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هي عمود الاقتصاد في اي بلد في العالم، واحنا النهارده في دفعه قويه جدا للمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر اللي بتمثل حوالي 98% من المشروعات اللي موجوده على ارض مصر. يمكن النهارده الميزه في الصالون النهارده انه بيجمع اصحاب الصله او الجهات اللي بترعى هذا الموضوع. صناعه التمويل متناهي الصغر هي صناعه مهمه جدا في المرحله الراهنه لدعم شريحه مهمه جدا في المجتمع، هي شريحه الاكثر احتياجا. بيهمنا قوي دعم هذه الشريحه، وخاصه اذا كنا بنتكلم في الناس اللي محتاجه 5000 ل 50000 جنيه او ل 200000 جنيه، فدي مهمه جدا. اختتمت فعاليات وأنشطة مشروع سفراء الأزهر في دورته الـ15 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. وقام المشروع بتدريب 12,000 خريج وطالب من طلاب كليات جامعة الأزهر الشريف وتأهيلهم إلى سوق العمل. نشوف تقرير في تفاصيل أكثر. تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الحفلة الختامية لأنشطة مشروع سفراء الأزهر في دورته 15 بحضور رئيس جامعة الأزهر والسادة نواب المنظمة، وذلك بمقر مشروع الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بجامعة الأزهر الشريف. هذا هو العام 15 لإنشاء المنظمة على يد فضيلة الإمام الأكبر. نحن في المنظمة العالمية لخريج الأزهر نعنى بأشياء كثيرة، منها نشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام والتحذير من الفكر المتطرف وتفكيك الفكر المتطرف ورد على الشبهات التي يسويها المتطرفون، ولذلك نقوم بعمل دورات تدريبية للأئمة والوعاظ والواعظات وللطلاب لبيان خطورة هذا الفكر المتطرف. وفي الوقت نفسه لا ننسى الأمور الأخرى بالنسبة لريادة الأعمال، لأن فيه قاعدة الطالب إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. كان لابد من وجود ملاذ آمن يوفر لطلاب مصر عموما وطلاب الأزهر خصوصا تلك البرامج من خلال مؤسسات موثوق بها وبشهادات تؤهلهم لسوق العمل وتجعلهم يتعاملون مع متطلبات سوق العمل. مشروع سفراء الأزهر بدأ منذ حوالي 2013. كان الفكرة من مشروع سفراء الأزهر هي تأهيل الأزهري، الطالب الأزهري أو الخريج لمواكبة سوق العمل من تدريبات ودورات تأهيلية ودورات إلكترونية، تأهيله ثقافيا وإلكترونيا ومعلوماتيا لمواكبة سوق العمل. يقوم مشروع سفراء الأزهر على مدار عام بصقل مواهب خريجي الأزهر في دورات مختصة بالتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي واستخدام المراجع وأساسيات البحث العلمي للطلبة الجامعة وريادة الأعمال والمعلم الدولي المحترف بهدف تأهيلهم علميا لسوق العمل. احنا من المحافظات البعيدة عن القاهرة والمحافظات البعيدة عن التدريب عموما أو فيها تدريبات قليلة، بس فريق سفراء الأزهر وصل لجميع الكليات
كلية جامعة الأزهر كلها من اسكندرية لأسوان، وكليتي كانت من الكليات المستفيدة من المشروع، وصلت لها التدريبات. الحقيقة ان احنا استفدنا كتير من خلال مشروع سفراء الأزهر، لانه اتاح لنا فرصة كبيرة ان احنا نتعرف على التدريبات اكتر، اتاح لنا ان احنا نواكب العصر، ان احنا نكون شباب واعي وان احنا قادرين نواجه اي صعوبات موجودة في حياتنا، ونكون عندنا فرص عملية اكتر. كل تدريب انا اخدته فرق معايا جدا في كل حاجه، سواء عمليه او حتى ان انا اطبقها في حياتي ودراستي. اخدت برمجه وذكاء اصطناعي، وده طبعا فرق معايا ان انا ازاي استخدم الانترنت وازاي استخدم كل حاجه فيها تكنولوجي. وفي نهايه الحفله تم تكريم المؤسسات المجتمع المدني والوزارات المشاركه في الدورات التدريبيه والاساتذه المشاركون في المشروع والخريجون والمتطوعون بمشروع السفارة الأزهر. ريادة الأعمال، التحول الرقمي، محو الأمية الرقمية، المعلم المحترف الدولي، برامج تدريبية متخصصة لطلاب جامعة الأزهر لصقل مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل. هذه هي البرامج التي يقدمها برنامج سفراء الأزهر لطلابه. من داخل جامعة الأزهر، عبد الحميد صقر، النيل. تسلم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شهادة من موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية بتسجيل أكبر تجمع لتوعية الأطفال المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول، وذلك خلال احتفالية ختام فعاليات التوعية بمرض السكر في شهر نوفمبر 2022، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكر ومرور 100 سنة على صناعة أول جرعة من عقار الإنسولين. تقرير. 11 مليون حالة في مصر مصابة بمرض السكري تم الوصول إليها من خلال منظومة التأمين الصحي لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لها بشكل مبكر، وهو ما كشف عنه وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن دخول مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتوعية والتثقيف بمرض السكري. نصل إلى صناعة إنسولين في مصر حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي، وده حصل بالفعل، وإحنا افتتحنا بعض المصانع بالتعاون أيضا مع شركات عالمية، وتوفير أجهزة قياس السكر للأطفال ومعاونتهم سواء ببعض المبادرات في المدرسة أو بعض التثقيف لأسرهم. كل دي أمور تدخلنا في حاجة مهمة جدا، وهي الطب الوقائي والطب اللي احنا بنقدر نبدأ فيه في التعامل مع المرض وتشخيصه قبل حدوث مضاعفات. بنصرف الأقلام الإنسولين بمجاني، بنصرف كافة العلاجات، عملنا مراكز 30 مركز سكر على مستوى الجمهورية. المراكز دي بتقدم كل الخدمات اللي بيحتاجها مريض السكري، من يعني لمواجهة مضاعفاتنا في حال ما إذا حصل أي مضاعفات. العيادات دي، المراكز دي متوفر فيها عيادات بطنة وجراحة ومسالك وقلب وكافة التخصصات. بنعمل برامج توعوية للأطفال وأهليهم باستمرار، دخلنا خدمات ميكنة لمراكز السكر. كما تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض دور المجتمع المدني والمراكز العلاجية في التوعية بمخاطر المرض وكيفية الاكتشاف المبكر له والعمل على توفير العلاجات المناسبة للمرضى لتقليل المضاعفات الناجمة عن المرض. تقديم الرعاية الصحية بمفهومها الشامل الذي يشمل كيف تحافظ على نفسك من عدم الإصابة، كيف تحافظ على حياتك بشكل صحي من مضاعفات الإصابة، كيف تستطيع أن تعيش بشكل سليم بعيدا عن احتياجك لدخول المستشفيات أو احتياجك للتأثر أو عدم قدرتك على منع التأثر بالمضاعفات الصحية لمرض السكر، من خلال التوعية، من خلال الإرشادات، من خلال تغيير نهج الحياة نحو أن تكون حياة سليمة. اكتشف مرحلة ما قبل السكر وياخد العلاج السليم، عشان مش بس ما نخليهوش يدخل في مرحلة السكر، لا، يخرج من مرحلة ما قبل السكر ويرجع تاني إنسان طبيعي. في إيدينا إن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض، احنا والإعلام والأطباء. احنا بنلف مع وزارة الصحة لجميع محافظات مصر علشان نعمل توعية. احنا في برامج تثقيفية وتدريبية وتعليمية مش بس للمواطن المصري ولكن للقطاع الصحي بالتعاون مع الهيئات المختلفة.
فبنقوم بالمساهمة في تدريب الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات طبعا خلال برامج تدريبية متقدمة. مفهوم ومنهجية شاملة في تعامل وزارة الصحة مع الأمراض المزمنة سواء في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وبخاصة المرضى السكري للتعامل مع تلك الأمراض بشكل واقعي. محمد حلمي، النيل. استضاف مسرح سيد درويش بأوبرا اسكندرية حفل فني للفنان وائل الفشني واللي قدم مختارات من أروع الأغنيات وسط إقبال جماهيري كبير. تقرير. إنها بحق تحفة فنية تراثية ذات مذاق مختلف، تلك الحفلات التي يستضيفها مسرح سيد درويش بأوبرا الأسكندرية، تلك التحفة المعمارية الفريدة التي ينطق كل جزء بها بالرقي والحضارة والتراث والثقافة. احد الدور بتاعت الاوبرا اللي هي بتتبع الاوبرا القاهره اللي فيها اوبرا القاهره اوبرا اسكندريه واوبرا دمنهور، وحقيقتكم على فكره تبقوا تيجوا دمنهور لان دمنهور مسرح احلى واحد فيهم من حيث المبنى، يعني احلى واحد فيهم. وهنا في بتيجي بعض الحفلات من بتتحول من القاهره، وبعض الحفلات احنا اللي بننظمها هنا. وهنا في كمان اوركسترا مخصوص للدار هنا للاوبرا، وفي فرقه موسيقى عربيه موجوده للاوبرا هنا، عندنا قاعه فنون تشكيليه، واحنا بنحاول دلوقتي بقى ان احنا يعني ننمي الحاجات ونطورها سواء ثقافيا او فنيا ان شاء الله. وفي ليلة فنية استضافت أوبرا الأسكندرية الفنان وائل الفشني والذي شدا بباقة من أجمل الأغنيات ورفع الحفل لافتة كامل العدد بسبب الإقبال الجماهيري الكبير من عشاق أوبرا الأسكندرية بشكل عام وجمهور الفشني بشكل خاص. الحمد لله احنا شغالين على الحفلة دي بقالنا شهر ونص، وائل محضر بروجرام عظيم قوي للناس لان هو بيحب جمهور اسكندرية لان هو جمهور ذواق ما شاء الله. الجمهور هنا حتى تفاعله ومحبته واستقباله، احنا بنلاقي الناس بعد ما نخلص الحفلة واقفين بره في كل مكان، فدي حاجة عظيمة جدا بالنسبة لنا طبعا. تجدر الإشارة أن وائل الفشني تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين، مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية وقدم عزفا ذا نمط مختلف، حيث أدخل آلات الإيقاع الشرقية على الموسيقى الغربية واشتهر على نطاق كبير بعد تقديمه لعدد من تترات المسلسلات التلفزيونية. من داخل مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالأسكندرية، أمل صبري، النيل. ونروح للأخبار العالمية، حيث تواجه حديقة كييف الوطنية للنباتات في العاصمة الأوكرانية أزمة حادة مع دخول فصل الشتاء بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، الأمر الذي يهدد النباتات الاستوائية اللي بتحتاج لدرجة حرارة عالية للحفاظ عليها. نشوف تقرير. في مشات الحديقة كييف النباتية الوطنية يكافح الموظفون لإنقاذ مجموعة نباتات استوائية عمرها عقود من الزمن، وذلك بعد أشهر من الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، مما يهدد إمداد الحديقة بالتدفئة. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن النباتات ستواجه أزمة حادة إن هبطت درجة الحرارة في المشتل إلى ما دون 15 درجة مئوية تحت الصفر، خاصة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي
حيث يصبح من الصعب إيجاد وسائل للحفاظ على الطقس الاستوائي في كييف. وفي مواجهة المشكلة، يقوم عمال الحديقة بتدفئة المشاة الاستباقيا من خلال إحراق الحطب، على الرغم من تشكيل الدخان خطرا على النباتات. عادة ما يتم توليد الحرارة من خلال إحراق الحطب في الأفران الكهربائية، ولكن تكرار انقطاع الكهرباء يفسد دورة التدفئة، ويتطلب الأمر ساعات لإعادة تشغيل الأفران. وترتبط إدارة الحديقة الآن بنظام التدفئة المركزي بكييف لكي تحظى بدعم إضافي، لكنها تخشى وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية على شبكة الكهرباء. افتتحت كوريا الشمالية معرض يظهر سلع غذائية مصنوعة من الدقيق، وقد تجول المواطنون في أنحاء المعرض في بيت معكرونة نودلز بيونغ يانغ الذي يعرض أنواع مختلفة من السلع الغذائية مثل الكعك والخبز والنودلز. وقال مسؤول لدى اللجنة المركزية للاتحاد الكوري للطباخين أن المعرض أقيم لتحسين الجودة وزيادة تنوع الوجبات الغذائية اللي بتستخدم أو اللي بتستخدم الدقيق، ويمكن أن يوفر ذلك فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتقنيات وحصول المواطنين على حياة أفضل. واشتركت أكثر من 70 وحدة من الفنادق والمصانع في المعرض لتقديم أنواع مختلفة من الوجبات الغذائية المصنوعة من الدقيق وتعليم المواطنين كيفية صنعها. يجتمع سكان أحياء الطبقة العاملة في كاراكاس عاصمة فنزويلا لتناول الخبز مع طبق هالاكاس، وهو طبق يقدم عادة في أوقات أعياد الميلاد كجزء من مبادرة لتوحيد المجتمعات التي استنزفت بسبب الهجرة. هالاكاس هو نوع من الطعام يتضمن مكونات من لحوم البقر والدجاج والزيتون ملفوفة في أوراق الموز، وهي واحدة من أكثر الأطباق التقليدية في فنزويلا. خلال الاحتفال بالوجبة قام السكان بإخراج الطبول والدف لغناء الأغاني التي يتميز بها تراث فنزويلا المختلط. وهاجر أكثر من 7 ملايين فنزويلي منذ عام 2017 بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي طال أمدها في الدولة الغنية بالنفط التي كانت مزدهرة فيما مضى. انتهت جولتنا الإخبارية، نروح لأخبار الرياضة من بعدها أولى فقراتنا الحوارية، خليكم معنا.